متزوجة وجوزها الحمد لله يعني عنده قطعة أرض، بس هو مضيق عليها في مصاريفها الشخصية أو في علاجها. زوجك من هي؟ ابنتك؟ صاحبي؟ نعم شيخنا. تقول ابنتك متزوجة. أختي. أختك وزوجها مضيق عليها في المصاريف. مصاريف والعلاج، نعم. هي فقيرة؟ أختي لا تملك شيء، ما فيش أكثر. طيب أنت تريد تسأل عن الزكاة لها أو الصدقة لها؟ زكاة الزروع تبع أعطيها لأختي يا جوز. إذا كانت فقيرة. هو جوزها موجود، ما عرفت نضيق عليها هي. وزوجها موسع الله عليه ولا لا؟ متوسط يا شيخنا، من المتوسط شوية، على ديون برضه أخذنا. على ديون، إذا تجوز الزكاة لهما. شكرا، جزاك الله. الله يسلمك.